تحت عنوان من أجل وحدة وطنية قوية، جاء تنظيم النسخة الثالثة من مهرجان الصحراء والمحيط في بن الشاب. التاريخ العلمي والمسار الجهادي لسكان المنطقة أمور كانت حاضرة في هذه التظاهرة الموسمية. إن هذا المهرجان كما اختار له أهله هذه السنة عنوانا من أجل وحدة وطنية قوية، وأنتم تعلمون أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لهذا البلد، وهي اللحاف الذي ينبغي أن نتدثر به في وجه الدعوات المغرضة التي تريد أن تفرق ولا تجمع، وتريد أن تهدم ولا تبني. وأنتم تعلمون أن التفرقة وخطاب الكراهية والحقد أول ما يسحق وهو الضعيف قبل القوي، والفقير قبل الغني، والجاهل قبل العالم، والمتخلف قبل المتحضر. ولذلك ينبغي للجميع أن تكون الوحدة الوطنية هي همه، وهي صمام أمانه، وهي موئله الذي وخيمته وحاضنته التي يجتمع تحتها. فإن هذا الوطن بدون وحدة وطنية سيفقد وجوده فضلا عن تنميته وثقافته. أهمية التنوع الثقافي وإسهامه في مسار التنمية في بن الشاب الجديد وجهود الدولة في دعم التنمية محاور كانت حاضرة في مداخلات الحضور. بلدية بن الشاب التي تستضيفكم اليوم تقع على حيز جغرافي مترامي الأطراف، وعلى الرغم من تواضع مكانتها في الهرم الإداري للبلد إلا أنها تتربع على الهرم الاقتصادي لموريتانيا. بل إن لهذه البلدية إمكانات تاريخية وسياحية معتبرة، فضلا عن كونها ذات طابع رعوي وزراعي. إن الموقع بن الشاب الاستراتيجي وإسهامه الكبير في المنتوج الاقتصادي تجعلنا نجدد طلب بترقيتها إلى مقاطعة إدارية. منتخب المقاطعة رأوا في هذه التظاهرة فرصة سانحة للترويه بما تحقق من مشاريع في هذه المدينة الوليدة. إن تنظيم منظمة ASB منظمة تنمية بن الشاب القرى المماثلة لمهرجان الصحراء والمحيط في دورته الثالثة قد استطاعت أن تجعل من كل الدورات السابقة فضاء مفتوحا وخصبا للفرجة الخلابة والتواصل بين الشعوب والحوار بين الثقافات، خاصة أن المنطقة تستحق أن تلعب دورا رياديا في هذا المجال. هذه المدينة أنجزت كما ترونها الآن في ظرف سنة، وها هي مدينة بإنارتها وبجميع بنياها التحتية، وراجع عنها إن شاء الله السنة الثانية تعود كاملين ومجدة، ومنين تدعونا هون تعود هذه المدينة فاتت مدينة عامرة وفاتت عاد مقاطعة. عروض فنية ورقصات فلكلورية وألوان موسيقية متعددة قدمتها مجموعة من الفنانين في أولى ليالي السمر لهذا المهرجان. تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية والتعريف بالموروث الثقافي لها أمور يسعى مهرجان المحيط والصحراء في نسخته الثالثة إلى إبرازها في هذه التظاهرة الموسمية. محمد أمين عبد الودود، بعثة التلفزة الموريتانية، مدينة بن الشاب.